أهلا وسهلا بكم. انطلق إذن اليوم في دبي أسبوع جايتكس للتقنية الذي يعد أبرز الفعاليات التقنية في منطقة الشرق الأوسط. يجمع جايتكس نخبة من قادة قطاع التقنية والشركات الناشئة وكبار اللاعبين في القطاع للكشف عن أبرز التطورات التقنية عند ظهورها. يعرض جايتكس أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي واتصالات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والأمن الرقمي. الآن لمعرفة تفاصيل ما يوجد في أجنحة جايتكس ينضم إلينا مراسلنا سلطان البادي الذي اتخذ له مكانا خاصا هنا. سلطان، ماذا تحدثنا عما اكتشفته في أجنحة جايتكس مع الانطلاق؟ اهلا زميلي يوسف. طبعا الجدير بالذكر، كنا موجودين اليوم منذ ساعات الصباح الاولى نشاهد اليوم الافتتاحي لمعرض جايتكس للتقنيه والذكاء الاصطناعي 2021، معرض يشارك فيه اكثر عن 4000 شركه ومؤسسه ووزاره من 140 دوله. يعني يوسف، منذ ساعات الصباح ونحن نشاهد آلاف من الزوار، آلاف من المستثمرين، آلاف من العارضين يحضرون إلى هذا المعرض. يعني 7 قاعات تقريبا أشبه بأنها مزدحمة بأكملها من مختلف أقطار العالم، اليوم يجتمعون هنا للتحدث عن التكنولوجيا، عن الذكاء الاصطناعي، عن فرص اليوم تطوير هذه التقنيات إلى مرحلة أكبر وأسرع وأفضل. واليوم يعني يوسف نسلط الضوء على جانب استخدام اليوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان وخدمة الأرواح والممتلكات، مثل ما نشاهد في هذا يعني المجسم الموجود خلفي تماما، طائرة درونز تابعة لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، موجودة فيها قاذفتين يعني بودرة يعني الإطفاء، بالإضافة إلى كاميرا يعني حية ومباشرة ترصد عبر جهاز البث، تتابع كافة يعني مواقع الحرائق التي تحدث في الحرائق، وكذلك الرؤية الليلية الموجودة كذلك ضمن هذه الطائرة، بالإضافة إلى مكبر صوت لتنبيه يعني اليوم كل من يعني يتأثر بالحرائق، ويعني تساهم هذه الطائرة في الحفاظ على الأرواح إن كانوا أعضاء الدفاع المدني، وتوفير كذلك خدمات جلية خصوصا للمباني المرتفعة عبر إيصال هذه الطائرة بسرعة أكبر دون استخدام السلالم الكهربائية وغيرها لإطفاء وعمليات إجلاء، وكذلك يعني تنبيه سكان البنايات العالية والشاهقة إذا كان هناك وجود أي حريق. فاليوم استخدام للتكنولوجيا نشاهدها اليوم موجود في معرض جايتكس للذكاء الاصطناعي هنا في دبي. تفضل زميلي يوسف. إذن سلطان، نحن نعرف أيضاً أن أبوظبي تحضر في هذا المعرض بمئة يعني اختراع وتطبيق جديد، أنت اخترت لنا واحداً منها يحفظ الأرواح وهو تطور ممتاز. شكراً جزيلاً لمراسلنا سلطان البادي، سنعود إليك مع مزيد من هذه الاكتشافات. الآن من استوديوهاتنا في جايتكس انضم إلينا الخبير الاستراتيجي لحلول الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة VMware رشيد العمري. أهلا وسهلا بك يا أستاذ رشيد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة. بعد فترة من الإغلاق وكورونا، الآن في جايتكس وفي ازدحام شديد والشركات كثيرة، لفت نظرك أنه في الشركات كانت نايمة ولا كانت عم تحضر أشياء جديدة وفي أمور كثيرة الآن في جايتكس، شو رأيك؟ بداية هناك تعطش للعودة للحياة الطبيعية، رقم واحد. اثنين، طبعا بما يخص التقنيات الآن كورونا دقت ناقوس أنه يجب عملية التسرع في التحول الرقمي، فبالتالي الآن مجموعة من التقنيات ما يعلق بالسحابات، الحوسبة السحابية، التطبيقات، وذكرت زميلك التطبيقات الآن وكيف عملية التسرع في بناء التطبيقات، أمن المعلومات اللي لا 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 مساومة عليه، كل هذه الذكاء الاصطناعي كيف نمارس، وكل الطاقات المتوفرة في التقنيات الجديدة في خدمة مجتمعاتنا لصحة مجتمعاتنا، الآن هذا هو المطلوب. يعني أنت شايف في جايتكس الآن في قفزة ربما في الحلول والشركات التي تقدمها، لأنه بعد غياب سنتين تقريبا أو شيء من هذا، شايف في شيء؟ نعم طبعا، الآن احنا بنشوف أنه في تواجد كبير،
في حلول جديدة الآن موجودة على الساحة بحيث تسرع اللي احنا واجهنا فيه عملية التحول الرقمي. مثل ماذا؟ يعني عم نتكلم عندكم شركتكم في المعلومات السحابية والحوسبة السحابية، ما الجديد؟ الجديد الآن نتكلم عن الكروس كلاود سيرفيسز، وللتبسيط احنا اللي هي الخدمات السحابية العابرة للبيئة السحابية. الآن السوق الإمارات سوق كبير ناشئ يقدم خدمات للتحول الرقمي في البلد. الآن تخيل الآن أنه إحنا الآن في ما يقارب 1.5 بليون حجم هذا السوق في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التطور والأجندة الرقمية لدولة الإمارات. الآن هذه طبعاً بتأتي كل الخدمات السحابية مزودين الخدمة للمنطقة لهون، لكن هناك تحديات. أنا الآن كمستخدم كسواء مؤسسة بدي أقدم تطبيقات جديدة أو أي خدمة جديدة، الآن يجب أن أختار ما بين مزود الخدمات، ولا يكون هناك مساومة بين من يقدم لي الخدمة. يجب أن أختار الخدمة من الجميع وبدون مساومة عن أمن المعلومات الموجودة لدي. يعني زي ما بتقول أنت، الشركات خلال كورونا ما كانتش نايمة، كانت عم تشتغل للتطوير. نعم. للأزمة، وأيضا الهاكرز ما كانوش نايمين. صحيح. كانوا متنشطين، وبالتالي زادت نشاطاتهم. إحنا اليوم نشوف مثلا الهاكرز عم يعني هكروا وزارات في أمريكا. صحيح. فيسبوك شركات ضخمة. صحيح. وعم بتفاوضوا. كيف تقنع أنت اللي كان معك أو الزبون خلينا نقول أنه ما عنده مساومة بين الحرية والأمن؟ الآن تصديق لكلامك، إحنا أجرينا دراسات 80% في دولة الإمارات تعرضوا للهجمات الإلكترونية، لأنه الآن تحول كل شيء لرقمي، فبالتالي صار مستهدف بطريقة أكبر فأكبر. نفس الشيء شفناه في المملكة العربية السعودية في المناطق كاملة، هناك هجوم أكبر وأكبر ولا يزداد ولا يقل، وهذا يحد من سرعة تقدم الرقمنة يعني. صحيح. تحول بس بنفس الوقت أنت يجب أنك يكون أنت عندك الهجمات، بس بده يكون أنت عندك بالمقابل أنت كيف تبني التطبيقات، كيف تبني التطبيقات وكيف تكون عملية الأمل عملية متأصلة في بنائك للتطبيقات والتشغيل واستخدام الخدمات السحابية المتعددة. فبالتالي الآن زمان كانوا نقول إذا أنت بدك حرية فبالتالي أنت بتساوم على الأمن المعلومات، الآن لا مساومة. إذا بدك أمن لازم يكون التطبيق بطيء. الآن صار الآن لا، مع وجود الخدمات السحابية المتعددة، مع وجود التطبيقات الذكية اللي تستفيد من قدرة السحابية، مع وجود التطبيقات الطرفية للحوسبة السحابية الطرفية، هذه الآن ما قمنا المساومة، الآن راح تحصل على الخدمات هذه وأمن متأصل كمان فيها. طيب الجديد، في سؤال أخير هنا، الجديد في هذه الشركات، هل أنت يعني تخاطب أفراد عاديين ولا شركات، ولا أفراد وشركات ممكن يستفيدوا من الخدمات هذه؟ طبعا إحنا الآن على الأفراد. الأفراد هم بيستخدموا خدمات معينة، سواء اللي هو اللي بيستخدموه على أجهزة تطبيقاتهم أو تطبيق شيء. صحة أو شيء. الآن بعضهم مؤسسات اللي بتزودهم الخدمة هي التي تستفيد من هذه الخدمات والسيرفيسز اللي بتقدمها شركات أو شركات أخرى رائدة في المجال، بحيث كيف يخدموهم بشكل أفضل، كيف يقدمون لهم الخدمة بشكل آمن بشكل سريع بدون ما إنهم إيش يكونوا متأثرين وعندهم عنصر الأمان. يعني مثلا خلينا نقول مثلا دولة الإمارات كانت من الدول الرائدة سريعا في الحكومات الإلكترونية، كل شيء كان حكومة. نعم. إلكترونية. الآن الجديد هو أنه يكون التطبيقات هذه أسرع وأكثر أمناً؟ أسرع وأكثر أمناً، وتستخدم الذكاء الاصطناعي. وتستخدم الإمكانيات الجديدة. إحنا الآن في دولة الإمارات عندنا أسرع 5G في العالم، كيف الآن نستفيد من هذه 5G بحيث أنه نستفيد ليس فقط من السرعة، لكن تطبيقات وخدمات جديدة راح يشهدها المنطقة بحيث تقدم لنا إياها. وفي هناك كمان مفاجآت الدولة عم بتقوم فيها، وعم نشتغل كمان مع جهات خاصة لتقديم كيف عملية التسريع بتمكين المؤسسات والدولة باستخدام من هذه التقنيات الحديثة. أشكرك. زي ما نقولها stay tuned. الله يخلي. هذه شغلات فعلا يعني بحاجة إلى وقت لشرحها بشكل أكثر وأطول، لكن أشكرك، أنت شرحتها بشكل مبسط وبشكل رائع. الأستاذ رشيد العمري، شكرا جزيلا. شكرا لك عليكم. الخبير الاستراتيجي لحلول الأعمال في شركة VMware في المنطقة، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. شكرا لكم، شكرا للاستضافة، وإن شاء الله بنشوفكم جايك بعد شوي. ختام إذن هذه النافذة من جايتكس في دبي.